استعدادا لمهرجان قفطان اثر في الدوره ديالو الثانيه، درنا كاستينغ ان شاء الله غادي نختاروا منه العارضين والعارضات اللي غادي يشاركوا معنا في الدوره الثانيه، وغادي تكون فرصه كبيره اللي غادي تكون انطلاقه كبيره لهم في هذا العالم ديال الازياء ان شاء الله. بادرة طيبة لأنها تفتح المجال أمام الشابات باش يظهر الإبداعات ديالهم والابتكارات ديالهم، وعندها ارتباط بقطاع الصناعة التقليدية لأن الكاستينغ موراه كيجي عرض الأزياء اللي هو كيعاود كيساهم في ترويج الأزياء التقليدية المغربية والبلوزة ديالنا ديال الجهة الشرقية. وهذه المناسبات هي مناسبات مهمة لأنها كتفتح المجال وتخلق النجوم في هذا المجال ديال عرض الازياء، وكذلك نجوم في مجال الابداع ديال المنتوجات التقليديه. وطبعا هذه بادره طيبه انه كون انه يتنظم فيستيفال بحال هكا، يعطي فرصه لي جون وفرصه طبعا للصناعه التقليديه ديالنا، كونه انه غادي يهتم انه مهرجان غيهتم بالقفاطين المغربيه، فهذه بادره جد طيبه وفي نفس الوقت تحفيز للشباب وللصناع طبعا. صراحة لي الشرف أنه نكون ضمن لجنة التحكيم لكاستينغ جمعية آثار للسياحة المغربية والتنمية البشرية. المستوى كان عالي جدا لدرجة أنه انبهرت بمستوى الأداء نتاع العارضين، تبارك الله عليهم، عندهم طموح، اللي عنده طموح غادي يوصل، وهذه الخطوة الأولى ومسافة 1000 ميل كتبدا بخطوة أولى، والخطوة الأولى إن شاء الله بداوها هنايا وإن شاء الله مازال غادي يمشيو بعيد. حنا اليوم حضرنا هذا الكاستينغ باش أننا نفتحوا باب أمام وجوه جديدة، لأنها أبناء المنطقة باش أنهم يبانوا في السماء ديال عالم الموضة، وباش أنهم ينميوا المهارات ديالهم، مع العلم أن أبناء المنطقة شوية بحال المنطقة محافظة، بحكم المنطقة محافظة ما كاينش واحد الإقبال كبير، ولكن اليوم إيزون تو شونجي انه نضون اني واحد الدرس، لان هاد المسائل هادو خصهم يكونوا. انا فرحانه اليوم في وجودي كلجنه تحكيم في هذا النوع من الكاستينغ اللي ما كيكونش بزاف في الجهه الشرقيه، وكيكون فرصه للشباب باش يبينوا الموهبه ديالهم ويبدعوا اكثر في هذا المجال اللي هو كيعتبر فن من الفنون. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، واللي ما حلفهمش حد انهم يتفوقوا يزيدوا يعاودوا يشاركوا مره ثانيه ومره ثالثه، وان شاء الله يكون خير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.